اتفضل من هنا. شكرا قوي. اللي جايب لي كارت او واسطه يتفضل يمشي، دي مش شركه تامينات عائليه. حضرتك مقدم في نفس الوظيفه؟ زي المدير ده صوت عالي قوي، تحس ان حيوان بيزعق، تحس كده انه حاطط حل جوه صدره، حاجه زباله. والغبي ما يعرفش ان انا هقبل في الوظيفه، يعني هقبل، اصل هو بابا كانوا زملاء في المدرسه مع بعض، ياما سرق من بابا سندوتشات المفتقه. شكلك مش مصدقني صح؟ انا هثبت لك. بص حضرتك، دي ايام ما كانوا بيصيفوا مع بعض زمان. مش عايز اقول لك المدير هيتفاجئ قد ايه لما يشوف الصوره. Good luck. جاتك نيلة انت وابوك. يا طيب حضرتك بتعمليه بقسوة؟ ابدا والله. طيب يا طيب كان ليه علاقة بالجنس الاخر وحضرتك يعني حيمتي منها؟ عمري ده انا بتمنى انه يعرف واحدة بس هو اللي مش عايز. طب في البيت يا طيب بينام في الضلمة لوحده؟ هو ليه الأوضة بتاعته بس احيانا بينام معانا. اطمني خالص ان شاء الله هيكون بخير. متشكره قوي. الحياه حلوه، عايزاك تكون اقوى من كده. وبعدين بقى ما عندناش راجل يعيط. صباح الخير. صباح الخير. الدكتوره موجوده؟ شوفوا لكم حل في الريحه الوحشه دي. صباح الخير يا حبيبه ماما. صباح النور يا حبيبتي. ايه ده زبون عنده اكتئاب؟ مين ما عندوش. حضرتك هكتب له شويه مضادات اكتئاب وشويه فيتامينات، ان شاء الله ياخدهم هيبقى كويس قوي. متشكره قوي يا دكتور. اتفضل. شكرا. اتفضلي حضرتك والتمايجي هجيب لك البوبي بايا. شكرا. ياه ما حدش في الدنيا دي مستريح، مفيش كلب يقضي بنصيبه. بقولك عارفه مين جايين النهارده على العشاء؟ مين يا ماما؟ رأفت ابن عادل الجوهركي. عايزين ايه؟ جايين يتكلموا عليكي. قطع لسانه اللي يتكلم عليا نص كلمه. جرى ايه يا حبيبتي؟ جايين يطلبوا ايدك. مش فاضيه يا ماما، عندي شغل وزعيهم. لحد امتى يا حبيبتي هتفضلي كده عايشه في وسط القرود والكلاب؟ لحد ما تصرفاتك بقت زيهم. هو ايه يا ماما؟